ايش نصيحتك للشعب الاماراتي اللي يقول لك انا مغلوب على امري؟ لا ما فيش حاجه مغلوب على امر، في حاجه بس الاول نقصل المساله. احنا مش مؤمنين بالقران؟ مش القران ده كلام الله عز وجل؟ طيب سوره الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الى، منين؟ من المسجد الحرام، ده فين ده؟ ده في مكه، الى المسجد الاقصى، فين ده؟ ده في الطائف. قالوا كده هم. طيب لو حد جاي يعتدي على الكعبه واحتل الكعبه، انت يا مسلم موقفك ايه؟ تحبه؟ تطبع معاه؟ تقول له خلاص خليك فيها كده وتمام؟ طب الكلام ده ما ينطبقش ليه على المسجد الاقصى؟ ما هم الاثنين مذكورين في نفس السوره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاث، المسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الاقصى، حديث صحيح مثلا. ها ان للاسف اصبحت الامارات اكبر دار دعاره في العالم. ايه 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 ده ايه ده؟ والله العظيم انا ساعات اقعد، والله خايف على اساس اقعد اقول يا ربي يعني كملني بعقلي يا ربي، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش كده مش كده يعني، مش ابسايد داون كده، مش يعني يعني يعني. بص انا اجيب لك حديث رواه ابو داود، قال صلى الله عليه وسلم اذا عملت الخطيئه في الارض، اذا عملت الخطيئه في الارض كان حاجه من الاثنين بقى، كان من شهدها، شهدها يعني حضرها، فمن شهد منكم الشهر يعني حضر الشهر، يعني شهر رمضان سوره البقره، كان من شهدها يعني حضر الخطيئه اللي في الارض دي فانكرها، لا يا ربي اشهد الله مش راضي عنها، كان كمن غاب عنها. ومن غاب عنها بعيد فرضيها كان كمن شهدها. طيب يبقى هنعمل ايه؟ اقول اشهد الله انا لا ارضى عن ذلك. ايه اللي اقدر اعمله؟ دي ايه ده؟ منتج يهودي، جايبين اليهود جايبين بيزرعوا في ارضنا المغتصبه وانا اخد منهم ومن ايديهم واديهم الفلوس فيها؟ لا والله والله ما يحصل. يبقى اقطع ده، اظن دي ما حدش هيقول لي انت بتعمل فيها ايه. طيب شايف بقى، معلش نتكلم بوضوح، شايف الوضع من سيء لاسوأ، طب المؤاخذه انت قاعد تعمل ايه؟ قاعد تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت زي الحمار وزي الصرصار وزي الفار؟ مش في هجره؟ ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. وما احنا هاجرنا ليه؟ ما احنا كنا معززين مكرمين في بلادنا، لكن حسينا ان لا مش هعرف اطبق دين ولا هطبق اسلام. فهم قاعدين يضحكوا علينا بقى وطني والارض، لا 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 وطني وارضي اللي اطبق فيها شرع الله تبارك وتعالى. انما يطلع في الامارات قانون اللي يتكلم عن التطبيع يتسجن ويتغرم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا يا مولانا لا لا، ده احنا وصلنا مرحله والله نسال الله العفو والعافيه، بس ان شاء الله الحق ابلج والباطل لج لج، وعمر الباطل ما هيبقى حق، عمر الباطل والله مهما طال. انت بابا خلاص. قال كلا ينتصر الباطل على الحق إذا تحولت قلوبنا من الحق إلى الباطل، وقلوبنا على الحق لازمة. يبقى إمتى بقى ينتصر الباطل؟ لما نقول لا حاضر، لا خلاص اخترناك، امشي جنب الحيط. لا ده كان زمان، ده دلوقتي امشي جوه الحيط. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية. بس نسيت سؤال، الكلاب أشرف ولا أحمد جاموسة يعني؟ أحمد والله أنا متنجس لسانك بيه، دول والعياذ بالله كائنات حية دقيقة، مش بني آدمين ولا، ما هو الخلق أربعة، جماد نبات حيوان إنسان، تحطوا فين دول؟ لا لا ده يخلقوا ما لا تعلمون. يعني الكلاب أشرف يعني. والله العظيم الكلاب أشرف منهم بكتير، وهم عارفين على فكرة والله، وأنا بقسم لك أيام الإخوان ما خدوا الحكم لمدة سنة، أيام الأخ مرسي، من الكلاب دول اللي راحوا للاخ للاخوان وقالوا لهم احنا معاكم تدفعوا كام؟ لا حول ولا قوه، والله وانا بقسم بالله هم زي الحصاله. ايوه انت احنا ما تدفعوا كام؟ كان واحد منهم طلب مبلغ كبير مش عارف كام مليون، الاخوان قالوا له لا معناش قد كده، لكن لو معاكم انا جاهز. شكرا شكرا لفضيله الشيخ. اعزائي المشاهدين شاكر انصاتكم، وباذن الله راح نلتقي في حلقات افضل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.